بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب، وياكم طالب مصطفى جبر، طالب دبلوم عالي معهد المعلوماتية. اليوم عندنا شرح عملي لأجزاء الحاسبة، من ضمنها النيتورك. هذه أجزاء الحاسبة، هذا البورصة بلاي، هذا مجهز القدرة، هذا الفان اللي جواها يصير البروسيس، هذه قطعة الرام. طبعا أنا ما فتحت الحاسبة لأنه لأسباب إدارية. هذه قطعة الرام اللي احنا الرام شباب، الرام الصورة اللي تطلع قدامك بالحاسبة هي الرام. يعني إذا يوم من الأيام صورة ماكو بالحاسبة، أول احتمال هو الرام. هذا الرام يسمونه DDR2، مرجع الرام، وهذا الساسيف. بس طريقة ترجع الرام شو؟ هذه هاي هيك تجي، هاي العتلة هيك قلتلها، وهاي الثانية هيك قلتلها. أجل الرام، هذا الرام، هاي اللي هنا اليسار، تجي هنا هذا الرام، نجي هنا، هذا كارت الشاشة VGA، هذا كارت الشاشة. يجي هنا هاي الفتحات بيها تصير بيها كارت سورت، يصير بيها كارت شبكة اللي ضمنها الشبكة اللي هذا هنا. نجي هنا هسه، هنا قلنا هذا الباور سبلاي، هاي القطعة الباور سبلاي اللي هو مجهز القدرة. المن مجهز القدرة وياي يعتقد هذه كيبلاته، هذه كيبلاته يجهز القدرة. المن هذا كيبل من عند جاي، المن للمذر بورد، والمن ينطي كهرباء للسي دي، والمن ينطي كهرباء للهارد، هذا هارد ينطي كهرباء للهارد. هنا نجي هنا، هذه الفتحات، هذه النت، هذه البورتات، هذه بالنسبة للماوس والكيبورد، هذه يو اس بيات، هاي كلها منين؟ هاي كلها من المذر بورد. هسه لا نلاحظ هذه، اذا نلاحظ دقيقه شوف، هسه نجي هنا، مجرد يعني بين ما اشيل، لان هاي قويه، هذه كلها من المذر بورد. المذر بورد اللي هي هاي، هاي واضحة، هاي المذر بورد ما فتحتها لأنها واضحة مفتوحة. هسه احنا عندنا أجزاء الحاسبة اللي أقول لك، هاي كلها يسمونها هاردوير، هارد، الهارد الذاكرة الرئيسية، العفو الذاكرة الرئيسية الرام، الهارد وحدة الخزن الستوريج، هنا الرام وحدة الذاكرة الرئيسية المين ميموري، هنا البروسيس جوا الفان هاي. وشنو سبب الفان هاي؟ تبرد البروسيس وبيها مادة مبردة. هاي هنا القطعة هم تبريد للمذر بورد. هذه البطارية أساسية، هذه البطارية الخاصة بالمذر بورد اللي هي بيها. نجي هنا، نجي ناخذ لابتوب مثال ثاني. اللابتوب اللي هي قدامنا هذه، هذا اللابتوب مثل ما قلنا لكم، هاي اللابتوب. نجي هنا، هذه اللابتوب، هاي قطعة الواي فاي. يعني هسه انا اذا اشيل هذه واشيل هاي، بعد ماكو واي فاي بالحاسبه. يعني تروح تعرف، تروح كذا، تروح تجيب الدرايفر تعرفه، ماكو نهائيا ماكو. هسه اذا اشيل هذه ماكو واي فاي. هذه الانتنه يعني شلون الاريل مال راديو، الاريل بالسياره، هاي الانتنه. هذا الرام شوفها، هذه الرام، هاي قطعه رام، هاي قطعه رام، هذا الهارد يعني نفس الحاسب بالضبط. هسه اجيب هنا نفس الديسكتوب، مجرد انه هسه نجي هنا، هذا الهارد، هذا الرام، مجرد تصغير انها الواي فاي اللي هي هاي بها واي فاي، هاي ما بها واي فاي. يعني اني شنو واي فاي؟ يعني الحاسبه هسه عندنا بالبيت الديسكتوب، هاي النوعيه، هاي المدير من اكنك على الراوتر مال البيت، ما تكنك مباشره الا واير. اما اللابتوب تكنك. شنو السبب؟ السبب هاي بها واي فاي، هاي قطعه واي فاي اساسيه. بس صور عليها، شوف هذه، هاي قطعه الواي فاي هنا، دبليو لان. شنو هي دبليو لان؟ وايد، هذه هاي. وعدي ان شاء الله هذا بالاضافه لهذا الفيديو اضمن لكم نظري من ضمن الفيديو.